مثل الموظف يقول لك أنا إذا استيقظت يا شيخ على الفجر فبالتالي لا أستطيع أن أعود إلى النوم، وبناء أني لا أستطيع أن أعود إلى النوم فبالتالي سيكون نومي قليلا وسأذهب إلى عملي يعني كسلا. طبعا يا جماعة في مؤرخ مصري اسمه عبد الوهاب المسيري، وهذا مؤرخ كبير جدا رحمة الله عليه، مات وكان أستاذ جامعي وكان متخصصا في اليهود، ذكر تاريخهم بالتفصيل وكتب أكثر من موسوعة عن اليهود، وكان مكروها من اليهود كره السواد لأنه فضحهم وبين عوارهم. فمما قاله الأستاذ رحمة الله عليه عبد الوهاب أنه قال نحن في بلاد الإسلام يناسبنا أن يبدأ العمل من بعد الفجر، ويناسبنا أن ننام بعد العشاء، أما أنتم في دياركم فيناسبكم أن تبدأوا بالساعة 8 والتاسعة وأن تبقوا إلى بعد العشاء، أما في ديار الإسلام فنحن يناسبنا أن يبدأ العمل إيش؟ بعد الفجر. فعندما يبدأ العمل بعد الفجر سوف تجد أكثر المصلين استيقظوا على إيه؟ على صلاة الفجر. والدليل الآن أنه اقترب موعد الدوام فأصبحنا نشهد في صلاة الفجر عددا كبيرا، بينما عندما كان يؤخر الدوام فنرى عددا قليلا ممن يشهدون الفجر. فإذا هذا هو الأصل، أن يبدأ الدوام بعد الفجر، وبالتالي لن نسمع مثل هذا الشخص الذي يقول أنا إذا استيقظت على الفجر لا أستطيع أن أرجع أنام فبالتالي لا أستطيع أن أذهب إلى العمل. كل هذا لو في دولة الإسلام لا يحتاجه، سوف يستيقظ على الفجر ويذهب للعمل، يذهب للعمل وبعد ذلك يكون اغتنام الأوقات، اغتنام الأوقات في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي حفظ القرآن وفي دراسة السنة وفي الأمر معروف والنهي عن المنكر وفي شهود الجماعة وزيارة الأرحام، اغتنام أوقات. بش بستيقظ الفجر بعدين بسحبها نوم لوين؟ للعصر في منهم الله. للعصر ليش؟ لأنه بده يروح بعد العشاء يكمل سهر. فهذا هو يعني واقعنا بسبب أنه المجتمع ملخبط، هو ما بده ينام في النهار لكن ضيوفه بيجوا بعد العشاء، أصدقاء وأقارب ومعارف وحياته، فبضطر ينام في النهار. على كل حال نرجع إلى هذا نكمل، حتى يعني ما بعرف كل هالكلام مش في البال.